بدأت الحكاية مع لف الدروس. ضحيت بحاجات كتير، ضحيت بخروجة حلوة عشان أذاكر، ضحيت بماتش في كأس العالم عشان أروح أراجع فيزياء عشان أنا مزنوق فيها، ضحيت بالفيسبوك عشان بضيع وقتي. ما بقتش شايف الطريق لفترة، حلمي اتشوش، بس رجعت تاني وأحسنت الظن بالله وافتكرت إننا نضيع أجر من أحسن عملا وليس من أكثر عملا. المشي كتر عليا، بس ايه المانع؟ مفيش نجاح سهل، مش هيبقى ليه طعم اصلا. 90 يوم بقى اسبوع، كل ثانية في الاسبوع دي هتفرق في مجموعي. اسبوع استريح طول عمري. في الحقيقة مفيش راحة في الدنيا، بس هتبقى حاجة حبيبها. كملت المسير رغم كل التضحيات والصعوبات، امنت بهدفي، هانت اصلا، فحت نفسي، ملتفتش لمغريات الطريق. كملت المسير عشان ربنا يحاسبني على الوقت ده، عن عمري فيما أفنيته. كملت عشان أنسى التعب اللي شفته وأفرح كل حد عزيز عليا. ملتفت لا يصل. دمتم مكافحين.